الكالسيوم سريع الذوبان في الميه، يعني انا على مملى البخاخه دي ان شاء الله هيكون ده في الميه بالكامل. هنبدا دلوقتي ان احنا نرش الطماطم بتاعتنا اللي بدات تزهر وتعقد زي ما احنا شايفين بسماد الكالسيوم، عشان ما اديش فرصه لنقص عنصر الكالسيوم بالنسبه للطماطم. دي برضو شجره من اشجار الطماطم عندي هنا، ما شاء الله عقد وطماطم كبيره. الشجره دي فيها تقريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. النهاردة باذن الله احنا هنسمد الطماطم اللي احنا زرعينها مع بعض من شهر واسبوع بالتسميدة التانية، والتسميدة دي هتكون تسميد ورقي. تسميد ورقي يعني ايه؟ زي ما قلنا قبل كده يعني تسميد بالرش، والتسميدة دي هتكون بسماد الكالسيوم. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو ارجو من حضراتكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب. زي ما قلنا قبل كده ودايما بنقول ان سماد الكالسيوم من الاسمدة المهمة جدا بالنسبة للنباتات عموما، وبالنسبة للطماطم والخيار والبتنجان والفلفل والكنتالوب على وجه الخصوص، لان نقص الكالسيوم بيظهر بسرعة على النباتات دي في صورة عفن طرف زهري. فاحنا مش عايزين النباتات بتاعتنا يكون عندها نقص في عنصر الكالسيوم، والكالسيوم من عناصر الغذائية المتوسطة زي ما قلنا قبل كده في الفيديو ده، ومفيش غنى عنه بالنسبة للنباتات، لانه زي ما قلنا من العناصر الغذائية المتوسطة، والعناصر الغذائية المتوسطة بيحتاجها النبات بكمية مش قليلة. هنبدأ ان احنا نحضر مع بعض المحلول اللي احنا نرش بيه. دي البخاخة بتاعتنا زي ما احنا عارفين دي 5 لتر، وده سماد الكالسيوم اللي احنا هنشتغل بيه. هنحط 2 جرام على اللتر، ودي 5 لتر يعني 10 جرام، دول 5. كده 10 جرام، وهبدأ بعد كده أملى البخاخة بتاعتي بال5 لتر. الكالسيوم سريع الذوبان في المية، يعني انا على مملى البخاخة دي ان شاء الله هيكون داب في المية بالكامل. كده انا مليت البخاخة بتاعتي بال5 لتر مية. وبكده انا محضرت محلول الكالسيوم اللي انا هرش بيه الطماطم زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هنبدأ دلوقتي ان احنا نرش الطماطم بتاعتنا اللي بدأت تزهر وتعقد زي ما احنا شايفين بسماد الكالسيوم، عشان ما اديش فرصة لنقص عنصر الكالسيوم بالنسبة للطماطم. هغسل الشجرة كويس بمحلول الكالسيوم، ارش الشجرة كويس، اغسل كل الاوراق بتاعتها بسماد الكالسيوم اللي انا برشه عليها. زي ما احنا شايفين هنا في عقد اهو، الطماطم دي عمرها شهر واسبوع بالظبط. دي طبعا الشتلات الصغيره اللي انا مرقعها مكان الشتلات اللي ماتت. الشتلات الصغيره دي مكان شتلات كانت ماتت من البرد، لان الجو كان برد في فترة من الفترات بعد ما زرعت الطماطم على طول، ففي شتلات عدت زي دي كده، وفي شتلات وقفت وماتت فرقعتها، فرقعت مكانها بشتلات تانية. زي ما احنا شايفين برضو هنا في عقد اهو،
هنا تزهير وعقد برضو زي ما احنا شايفين. الجو برضو برد لسه دلوقتي يا جماعة، يعني الطماطم برضو مش قادرة تشد وتنمو النمو المطلوب منها عشان البرد الشديد اللي بيحصل. فالحمد لله ان احنا قادرين نعدي بالطماطم في الجو ده. دي شجرة برضو 5 اسابيع زي ما احنا شايفين، ما شاء الله التزهير زي الفل اهو. ونمو خضري محترم. دي شتلة من الشتلات اللي احنا عملنا لها عملية ترقيد زي ما احنا شايفين اهو. الجدر مكانه هنا، وده الفرع اللي نايم تحت الارض اهو واصل لحد هنا، ودي كمان عملنا لها عملية ترقيد بدايتها من هنا اهي. عشان نشوف فيديو الترقيد هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. دي برضو شجرة من اشجار الطماطم عندي هنا، ما شاء الله عقد وطماطم كبيرة. الشجرة دي فيها تقريبا 2 3 5 6، فيها 7 ثمرات 8، فيها 8 ثمرات طماطم. دي تعتبر من اكبر اشجار الطماطم اللي عندي، لكن هي برضو نفس العمر 5 اسابيع. عندي هنا برضو عقد اهو، وهنا العنايد الزهرية فيها 4 5 ثمرات. دي التسميدة التانية للطماطم، وكانت زي ما شفنا تسميد ورقي بعنصر الكالسيوم، حضرناه مع بعض ورشناه مع بعض. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الأسطح مع قناتكم أسرار زراعة الأسطح، وأشوفكم في فيديوهات تانية على خير بإذن الله.